صلى الله عليكم سماحة الوالد، هذا سؤال ورد من أمريكا، يقول صاحبه: قد حصل في أمريكا اجتماع بين بعض الأشخاص من أهل السنة وبعض الأشخاص ممن هو على طرق الصوفية، واتفقوا على عدة أمور، منها أولا عدم رد بعضهم على بعض، ثانيا التعاون بينهم وترك جميع الخلافات بينهم سواء كان في الاعتقاد أو الرأي وغير ذلك، ثالثا العمل على مصلحة المسلمين المقيمين في أمريكا وغير ذلك من الاتفاق، فهل هذا فعلهم صحيح؟ هذا في شيء صحيح وفي شيء ما هو صحيح، وهو عدم الرد، لازم من الرد وبيان الحق والتناصح، فينصحونهم أن يتوبوا من البدع والمحدثات والتصوف المحدث ولا يسكتون عنه، ينصحونهم، فإذا لم يقبلوا فلا حاجة إلى الاجتماع معهم، أهل السنة يكونون على حدة، يكون أهل السنة على حدة إذا لم يقبلوا النصيحة ولا يختلطون بهم وهم مبتدعة، نعم، فيكون هذا إقرار للبدعة، نعم.